كم مدة الحيض؟ هناك خلاف بين أهل العلم في مدة الحيض، فمنهم من قال له حد قلة وحد كثرة. حد القلة قالوا يعني إيه؟ أقله ثلاثة أيام. طب إذا نزل يوم واحد وارتفع الدم؟ لا، من قال إنه استحاضة؟ من قال إنه استحاضة؟ إذا نزل الدم هذا الغائر الغليظ كريه الرائحة وتبينت المرأة أنه دم حيض لمدة يوم ثم ارتفع، ويحدث هذا من بعض الأخوات ويسألن عنه، فهذا دم حيض. هم لم يختلفوا في أقل، وإنما اختلفوا في أكثر. فنعم، لا مش أقل يوم واحد، احنا قلنا يعني ربما ينزل ويرتفع، ما في حد للقلة، يعني ينزل الدم بغزارة ويكون هو دم الحيض، ثم تتبين المرأة وتطهر وترى القصة البيضاء، ثم إن رأت القصة البيضاء تصلي، وقد لا يستغرق هذا يوما، لكن احنا نقول على الأكثر أغلبه. فمنهم من لم يجعل حد لأكثره ولا حد لأقله. الله سألك ما له حد، لا قلة ولا كثرة، ممكن ينزل في نصف ساعة ويرتفع، ومن الممكن أن ينزل حتى أكثر من 15 يوما، وهذا قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجح هذا القول في الفتاوى، وقال لأنه لم يقم دليل على بيان مدة أغلب الحيض، يعني مدة أكثر الحيض، ليس هناك دليل في المسألة، فقال لا حد لأقله ولا لأكثره. وقال لم يثبت شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. والمرجع في هذا، فقد تكون عادة المرأة 4 أيام، وعادة امرأة أخرى 5، وعادة أخرى 10، وعادة أخرى 15، لكن عند الشافعية وغير الشافعية أن أكثره 15 15 يوما، والراجح القول الأول أنه لا حد لأقله ولا ولا لأكثره، وإنما هذا أمر يرجع فيه إلى عرف عرف النساء، ويختلف من امرأة إلى أخرى. ما نستطيع أن احنا نعمل قاعدة نقول الدم مثلا إذا نزل أقل من يوم لا يعتبر حيضا، وإذا زاد عن 15 يوم لا يعتبر هذا حيضا. كان هذا قول كما قلنا لبعض أهل العلم، لكنه ليس الراجح، والله أعلم.